هذا قرار الافراغ جاء من بعد جوج ديال المحاولات، ومحاوله الافراغ الاولى واللي درنا لها تعرض وتاجيلات، ودابا وقفوا دابا عمليه اخرى ديال الافراغ. هذوك الاخوان داروا واحد الدعوه قضائيه ضد الاتحاد العام وترفضات في المحكمه دعوه اولى، والان داروا دعوه باسم ديالي الشخصي باسم دريس ابلاد. دريس ابلاد ما قالش في شي شقه ديالو، داروا بانه انا كنحتل شقه وهذه ماشي شقه، وفي اطار كذلك المتناقضات ان الخبير اللي جابو دون في الخبره ديالو بان هذا المحل مدونه عليه لافته كتثبت بانه ديال الاتحاد العام. كنحترم القرار ديال القضاء، ولكن الا كان القضاء كاين وكاين الحق، انا الا كان الحكم بسميت دريس ابلاد يقلبوا واش دريس ابلاد شاد شقه، هذه الاولى. الثانيه يشوفوا واش دريس ابلاد هو على برا، يعني اذا كان هذا المقر ديال دريس ابلاد فانا فوقاش كان هذا المقر ديالي، في حين ان عمليه البيع او تفويت طرف ورثه العلوي تيتنا الله يرحمه اللي كان رجل نعترف بانه مناضل من المناضلين الكبار، الابناء ديالو وقع عليهم واحد الضغط من طرف هما قالوها من طرف المدعو عزابي، والعزابي دعاني انا لانه ما لقاش الفتوى فين يدخل. وحنا الان راه حنا درنا تعرض ديالنا في السناف، جات عمليه الافراغ. عمليه الافراغ انا خرج، ولكن راه المناضلين اللي ما غيخرجوش اللي مخلصين المقر ديالهم، اذا الا ما عليه الا يدير دعوه باسم الاتحاد العام، والا حكمت له المحكمه يخرجوا الناس بالاتحاد العام حنا مستعدين نخرجوا. انا كنهضر ملي كنقول مستعدين كندخل بالصفه ديالي ككاتب اقليمي، كنخرج كدريس ابلاد ونرجع ككاتب اقليمي. الا كنتي عندك الحق دعينا كاتحاد العام ونخرج، وعندنا الحمد لله مقرات فين نديروهم، وكناكد الحكم ليس ضد الاتحاد العام وانما لافراغ مقر الاتحاد العام، لان الاتحاد العام قائم الذات بالكاتب الاقليمي ديالو بالمناضلين ديالو. نؤرق من نؤرق ونفرح من نفرح. هذا المقر اذا بدلناه غنمشيو لمقر واحد اخر، ولكن دائما ما يمكنناش نسمحوا في الرزق ديال عباد الله، وراه العون او العون المكلف بالتنفيذ جا وقال لي خرج داكشي اللي عندك تما لداخل، وقلت له داكشي ماشي الملك ديالي، انا ما عندي تما تسيل، وكلشي ديال الناس هما اللي خلصوه المناضلين ديال الاتحاد العام، وقلت له ما نخرجوش، وهذا ماشي امتناع عن التنفيذ. انا خرجت ولكني ما نخرج معايا لاش ليا لا حتى واحد، وكان كيامرني انني نقول للناس يخرجوا، انا ما نقولش للناس يخرجوا. علاش؟ انا وصي على الناس، هادو مناضلين خلصوا رزقهم، قالوا لك بغاو يعرفوا رزقهم فين مشى، وتحيه نضاليه للجميع.